كل حسب الصفه ديالو. انا عندي واحد التدخل اللي غادي يكون مختصر. انا كنشكر الرئيس على تنظيم هذا اللقاء اللي هو كنظن بانه غادي يكون تاسيسي للعمل ديال بلديه سوان، واللي كنتمنى انه الرؤيه اللي غتخرج من برنامج العمل تكون الغايه ديالها هو اننا نديرو سنوان جديده بالمقومات الجديده، ما نبقاوش نمشيو غير في المسائل التقليديه اللي كانت سابقا. حاجه اخرى اللي هي هي رئيسيه ومهمه، اعداد هذا برنامج العمل خاص يكون الهاجس اخر، وهو التوازن بين مسائليه اجتماعيه وبين يعني زياده في القدرات التمويليه ديال الجماعه، وذلك بمشاريع اللي هي كتكون مديره للدخل. دونك هذا هي الرؤيه، لانها ما يمكنش نديروا العمل الاجتماعي والقدرات كتبقى محدوده. خصنا نفكروا اننا دائما يكون عندنا واحد رؤيه متوازنه، كاين العمل الاجتماعي وكاين مشاريع مديره للدخل، خاصه وانه بالنسبه كنظن بانه الاقليم ضروري. عموما مدينه ديال سلوان عندها مستقبل كبير جدا، لان عندها امكانيات اللي يمكن ما كاينش عند الجماعه الاخرى، وهو انه كاين عندها اراضي ديال مثل المخزني، وهذه راه ممكن تعرفوا بانه راه العقار جميع المشاريع كيبقى هو واحد المساله اللي هي رئيسيه. وكنتمنى انه ننجحوا جميعا في اخراج واحد البرنامج عمل اللي يكون تميز لمدينه سلوان. وفي الاخير كنشكر الرئيس مره اخرى على تنظيم هذا اللقاء، والله المعين. شكرا. الاجتماعي وايضا باعتبارها الامتداد الترابي لوزاره التضامن الاجتماعي والاسري، ملتزمه في عده مشاريع في المستوى الاقليمي مع عده شركاء، سواء شركاء اللي الجماعه الفيزيه او المؤسسات عمومية أخرى أو المصالح الخارجية الأخرى، ملتزمة في إطار التتبع والمواكبة والإشراف على مجموعة من المشاريع اللي هي اجتماعية. في الجماعة التراب الجماعي ديال سلوان كاين التوطين ديال جوج مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما تعلمون، قريبا غادي يتم الإنجاز ديالهم والافتتاح ديالهم. أيضا المشاريع اللي دارتها المؤسسة ديالنا على التراب الجماعي اللي مرتبطه بمحاربه الانسان الاجتماعي والعيشه الشرفه. حنايا كمؤسسه ملتزمون ومستعدون من اجل المساهمه في الوثيقه ديال برنامج عمل الجماعه في هذا الاطار، وشكرا لكم. اذا شكرا للسي امين اللي كيمثل التعاون الوطني، واللي حقيقه مؤشر العقل الموجود إلى على أن عندهم جوج مشاريع في التراب ديال سلوان، ربما في الرعاية الاجتماعية، وواضح بطبيعة الحال كذلك مجموعة من المؤسسات للتمكين الاقتصادي للنساء من أجل محاربة الهشاشة والانخراط في المجال الاقتصادي الاقتصاد التضامني. إذا الأستاذ المبارك الذي تشهده هذه المنطقة. المنطقة تتوفر على منطقة صناعية، تتوفر على جامعة، تتوفر على عدة مؤسسات تعليمية بشتى أسلاكها، تعليم الابتدائي، تعليم الإعدادي والثانوي. إذا نود أن نعطي فرصة جديدة لنحقق النموذج التنموي الجديد الذي أعلنه صاحب الجلالة نصره الله. إذا النموذج التنموي الجديد يطمح إلى إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية والمدرسة المغربية. يجب أن تمكن كل متعلم من اكتساب المهارات الأساسية لضمان اندماجه الاجتماعي ودعم نجاحه الأكاديمي والمهني، لتكوين شباب متفتح يطور ذاته ويصنع مستقبل بلاده من خلال تلقينه معنى الاستقلال والمسؤولية وأخلاقية مطبوعة بالقيم الإنسانية الراسخة في الهوية المغربية، وفكر منفتح وقدرة على التأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم.
إذن المديرية الإقليمية لها هي الممدودة لجامعة سلوان وكافة الجامعات في الإقليم. الحمد لله نشاهد إحداث مؤسسات تعليمية لهذه الجامعة دون مشاكل بصدد الحديث عن الشباب. أطرح ونظرا للوزارة ديالنا حتى هي راه يمكن هذه الرياضة نود أن نتطرق في هذا الموضوع إلى إخراج مرتب رياضي شامل في جامعة سلوان لتستفيد منه كل جميع الجامعات المتواجدة بالإقليم. وفي الختام نتمنى التوفيق والرقي للشباب وسكنة جامعة سلوان والإقليم بصفة عامة. وشكرا السيد الرئيس. شكرا للأستاذ سعد واحد الدوت عن مديرية التعليم بالنظور لإشارة العرض ديالو على أن الرؤية ديال المندوبية هي رؤية استراتيجية تمشي مع النمو الديموغرافي اللي كتعرفوا مدينة سلوان بتواجد منطقة صناعية جامعة ومجموعة من تبعات تحدد التجزئة السكنية اللي كتعطي لنا النمو الديموغرافي بطبيعة الحال متزايد وكتطمح كذلك المندوبية إلى النهوض للمدرسة المغربية بطبيعة الحال لتواكبها التطورات اللي كاينة على المستوى الدولي وفي الأخير كهدر كذلك على مستوى إحداث ملعب رياضي يتسع لمجموعة من المتفرجين يسمح لها كذلك باستعمالهم واستثمارهم من طرف جامعات الإقليم. شكرا لك مجددا سيدي. الكلمة السيدة في البداية أود باسم المندوبية الإقليمية أن أتوجه بالشكر الجزيل للجماعة على الدعوة الكريمة. بالنسبة لنا كقطاع السياحة فنحن رهن الإشارة بالتعاون مع الجماعة فيما يتعلق بالقطاع السياحي. كإشارة ثانية فاحنا كقطاع السياحة كنبقاو طبعا رهن الإشارة كذلك لتقطير وتتبع أي مبادرة استثمارية كتدخل في القطاع الخاص وكتهم النشاط السياحي. هذا الشيء اللي ممكن نبدأ. السلام عليكم. شكرا لكم سيدي على هذا العرض. بطبيعة الحال إشارة إلى التقصير على أن التعاون الوطني بإمكانه أن يساهم بطبيعة الحال على المستوى السياحي في مدينة سلوان. بعيد عن سيدي عبد المجيد الكلمة إلى شي حاجة. أولا أحمد الله عز وجل على أن شرفت بحضوري معكم أستاذتي. ثانيا أتمنى لكم من أعماق قلبي وصميم فؤادي أن يوفقكم الله عز وجل لما فيه رضاه ولما اصطمحون إليه ورأى قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للنهوض بهذا البلد الأمين وهذا الوطن الغالي إلى ما يطمح إليه كل أفراد الشعب اللي تولد واللي ما زال متولد. هذه من جهة. من جهة أخرى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم وفقنا جميعا لما فيه رضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محموما. واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. ولا تجعل لا وفينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. جلالة الملك اللهم انصره ولا تنصر عليه. اللهم انصره ولا تنصر عليه. اللهم وفقه للخير وأعينه عليه. اللهم وفقه للخير وأعينه عليه. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولانا الحسن وصنه السعيد المولى الرشيد وباقي الأسرة العلوية المجيدة إنه سميع الدعاء. اللهم وفقنا وإياكم لما تحبه وترضاه. اللهم تغمد بواسع رحمتك فقيدي العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس
ومولانا السلطان الحسن الثاني اللهم طيب ثراهما، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اسكنهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. واشكركم اخي اولا واخيرا، والسلام عليكم ورحمه الله سبحانه وتعالى. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.